الراديو 90-90 هواها مصري. مسلسل الكود المرصود مع محمد نشأت وياسمين دياب، تأليف هشام يحيى، على الراديو 90-90 رمضان زي ما تحب. اغسلي بقك كويس يا تهاني، دخلي الفرشة للآخر يا أغنية، خلي عندك ضمير، خشي ناحية درس العقل يا تهاني، دعاكي كويس، عيب ده بق، شفتي البق بيحصل فيه ايه يا تهاني؟ اخلاص يا تهاني جامد يا راجل، كفاية بقى، انا لسه بتحتي ورمت. مش كفاية تهاني، لسه سقف بقك، يلا يلا اتمضمضي اتمضمضي. بس بقى كفاية، انا زي ما يكون غسلت بقي غسلة العيد يا هاني. انا بعد ما تحولت الاسنان يا تهاني وشفت البني ادمين بتتعامل مع اسنانها ازاي، وانا هاين عليا اخلع طقم بقي واوديه بغساله سيارات. ربنا بيدينا نعم ما بنحافظش عليها يا اخوي، لغايه ما نخلع في اسناننا كلها ونفضل ناكل على دراديرنا. انا خايف على دراديري قوي يا تهاني. هو انا يا تهاني لو خلعت اسناني وعشت معاك بدراديري بس هتفضلي تحبيني يا تهاني؟ انت بتقول ايه يا سيهاني؟ ده انا حبيتك علشان دراديرك يا راجل. اصيله يا تهاني. طب يلا بقى عشان نلحق ندخل الكود. انت مستعجل على الخراب ليه يا هاني؟ بس ما لسه اليوم طويل، ولا انت عايز تاخد اللعنه من اولها يا هاني؟ ما تخافيش يا تهاني، انا حاسس ان المره دي انا هدخل الكود صح. الله يخرب بيت الكود واسنين الكود، استرها يا رب. تعالي يا تهاني تعالي، ما تخافيش يا وليه. انت فين يا هاني؟ انا قاعده قدام الخزنه من الصبح، انت اللي خايف تقرب يا راجل. لا لا، المساله مش مساله خوف، انا بحرص بس. طب بقولك ايه، ركز وانت بتدخل الكود يا اخويا، انا جسمي خلاص مش حمل العناد. لا لا ما تقلقيش، انا متاكد ان الكود المره دي هيجيب اجل الخزنه دي. طب يا اخويا سمي يا اخويا كده وانت بتضرب الكود. بسم الله. 4 2 2 2. ايه السرعه دي هاني؟ انا فيا كهربا بتجري بجسمي يا راجل، احنا تحولنا ليه يا هاني؟ الحقيقه يا تهاني احنا تحولنا تلاجة يا تهاني. تلاجة؟ هي ناقصة تلاجة، استرها يا رب. الدنيا برد قوي هاني، هموت من الساعة يا راجل، انت ساكت ليه؟ ما بتنطقش ليه يا هاني؟ والله بالعكس يا تهاني، انا حاسس ان درجة الحرارة مناسبة جدا. ايه ده؟ امال انا هموت من البر بر 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 ليه يا راجل؟ عشان انت اتحولت لفريزر يا تهاني، لكن عشان انا ربنا بيحبني وعارف نيتي الخالصه حولني الباب تلاجه، بس انا حاسس والله اعلم ان في جثه مدفونه في التلاجه يا تهاني. ما تراجع الاكل اللي قدامك ده يا راجل. قدامي يا ستي نص بطيخه وجنبها طبق مش متعفن تماما يعني، ووراها طبق باميه تقريبا العفانه واخده وضع يد. مش قادرة يا راجل، الريحة هبة عندي هموت، البكتيريا اللي في التلاجة أكتر من اللي براها. دور دور بسرعة كده، إيه اللي مطلع الريحة دي هنا؟ يا نهار أسمر، لقيتها تهاني. لقيت إيه يا راجل أنت؟ لفت فسيخة تهاني، وشكل الفسيخة عامل زي الزومبي يا ولية. يا نهار أزرق، طب ما هي البكتيريا دي هتطلع على الأكل تبوظه، هي الناس دي عايزة تنتحر ولا إيه يا هاني؟ الحقيقة تهاني الدرج اللي تحت فيه قطة اتعفنت بقالها قرن من الزمن. ازاي كده؟ هي الولية ربة المنزل اللي هنا دي ما بتنضفش التلاجة ولا ايه؟ تنضف ايه يا تهاني؟ ده شكلهم بيتعاملوا مع التلاجة على انها تلاجة حفظ موتى، الاكل اللي في التلاجة كله ملوث. يا فرج الله، في حد فتح باب التلاجة يا هاني اهو، شكل كده الولية صاحبة البيت هتنضف. دي مش الولية يا تهاني، ده الواد الصغير ابنها خد ازازة مية وبيشرب من بق الازازة وبقه كله ملحوس اكل. يا كده على طول من غير كوباية؟ شفت الواد قفل باب التلاجة ازاي؟ اي ده زي ما يكون بيرزع كبوت عربية. الحق يا هاني الحق، الباب اتفتح تاني. اكيد بقى المرة دي الولية دي هتنضف التلاجة. تنضف مين؟ دي جوزها واقف بالفانيلا الحمالات وكرشه جوه التلاجة وبياكل من حلة المحشي وهي في التلاجة، ده بيتعامل مع التلاجة على اساس انها اوبن بوفيه. اقفل اقفل التلاجة يا بعيد، الفريون بيتسرب مننا، هنموت يا بني ادم انت. الحقيني يا تهاني، ده الراجل شرب من نفس بق الازازه اللي ابنه شرب منها. انا بطني قلبت قوي يا وليه، القرف ده الدخان ده، انا نهار اسمر يا تهاني. في ايه عندك يا هاني؟ الوليه مراته حطت حله عدس بيغلي جوه الثلاجه. لا 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 لا، ده كده كتير قوي والله، الفريون مش هيستحمل يا هاني، انا التلج ابتدى يسيح. امسكي نفسك شويه تهاني، تلجك لو ساح البكتيريا هتعفن اللحمه، واللحمه لو عفنت كل حاجه هتبوظ يا وليه. مش قادره يا راجل، الفريون بيتسرب مني يا عالم، التلج كله صحي يا هاني، الحقني احنا بنموت يا عالم.
ارحمونا يا اخوانا يا جماعه، حد يجي يشيل الحله السخنه بسرعه، البكتيريا هتموتنا. اغيثونا يا خلق الغمس النجده الرحمه بني ادمين. مسلسل الكود المرصود مع محمد نشأت وياسمين دياب، تأليف هشام يحيى، على الراديو 90 90 رمضان زي ما تحب.